بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم أعزائنا الطلاب، طلاب صف الثاني بالدرس الأول من دروس مادة حياة بلقيسي، تمام، اللي هي مادة معناها يعني معرفة الحياة اليومية، كيف الطالب بيتعامل بالحياة اليومية، كيف بيسلم على رفقاته، كيف بيتعامل مع المرافق العامة، هي معناها حياة بلقيسي، يعني حياة معروفة حياة بلقيسي، شو يعني بلقي معرفة الحياة، يعني معرفة الحياة. طيب راح نبلش بالوحدة الأولى، تمام، بلنجي أونيتي الوحدة الأولى، شو عنوانها؟ أكل مصداق حياة، الحياة وين؟ في مدرستنا. طيب رح نبلش، بسم الله الرحمن الرحيم. كاندي ميزي تانيور تانتيورز، تمام، خلينا نعرف على نفسنا ولنتعارف، لنتعرف، فإذا نعرف نفسنا وشو لنتعارف. طيب شو عم يقول لي هنا؟ أول شيء جيت شانيل، تمام، بالسنة الماضية أكلا باشتردغنز زمالا بوغون كارشيلاشترنز، خلينا نقارن لما بدأنا أول يوم بالمدرسة السنة الماضية مع اليوم، تمام، فإذا باشا دغنز يعني لما بلشنا، تمام، زمان لا بقول شو كاش لاشترنز يعني نعمل مقارنة، كاش لاشترماك يعني المقارنة. طيب كان دينزدكي دي شكلك لري سويلينز، خلينا نقول لنقل شو التغيرات اللي صارت فينا، شو تغيرنا، أنا مثلا بلشت السنة الماضية كنت صف أول، هلا صرت صف ثاني، هل أنا طولي ووزني مهاراتي بعد هن ولا تغيروا تطوروا؟ فجاوب هو شو؟ اذا انا تطورت، صح ولا لا؟ فاذا شو انا بقدر جاوب بجواب بسيط؟ شو بقول؟ جيتشانيل السنه الماضيه، تمام، اوكولا باشتا دي غمضا ضهاكسا بويلو، لما بلشت مدرسه شو كنت؟ انا كنت اقصر، كنت اقصر، في ضعيفتن، شو كنت؟ كنت كمان انحف، طبعا حسب كل طالب، ممكن طالب لا يكون اسمن ونحف فبيعكسها، واضح؟ ف هذا الجواب اعزائي الطلاب مو جواب انه خلص حصرا هيك نحن نجاوب، لا، كل طالب يجاوب حسب حالته هو، حسب حتى ممكن هو يجاوب جواب غير يعني من عنده يجيب جواب، مو شرط يتقيد بهذا الجواب، بس احنا حاطين كمثال، تمام، فاذا انا كنت ضحك صابوا له، كنت انا اقصر، ممكن في طالب طوله ما تغير بعد السنه الماضيه هلا بعد نفس الطول، ممكن طالب كان نحيف بعده نحيف، ممكن كان سمين ونحف، تمام. طيب بو سنة هاي السنة إسي براز ضها كيلو ألدم، شو صار؟ سمنت شوي، كيلو ألدم يعني سمنت، اكتسبت وزن شوي، في بوي أطم وشو؟ طولت، بوي أطم يعني ازداد طولي. طيب في عندنا هون احنا رفيقتنا هاي رح تحكي لنا عن حياتها اليومية وكيف كانت هي السنة الماضية وكيف صارت هاي السنة. طيب شو عمل لي؟ مرحبا، هي عم تحكي هاي الطالبة، أضم إدا، هي اسمها شو؟ إدا. Sizler gibi ikinci sınıfa başladım. Şu mitilkoyan ana belleşt bi sene ettani, bi asaf ettani. Geçen hafta, sbu el madi annemle ma emmi, yani hiye talbe, hiye ve emme tamam, birlikte giysi dolabımı düzenledik. Şu amlu nizabbatu av nazzamu elbise veyn bi lhizane, lhizane tül elbise. Tamam, fe ezan, enno hiye sbu el madi, hiye ve emme rettabu elbise veyn bi lhizane. Küçük gelen giysilerimi ايردك، شو عملوا؟ الالبسه اللي صاروا صغار عليها شو عملوا فيهم؟ فصلوهم، ايردك شو يعني؟ فصلناهم، عزلناهم، شلناهم على جنب، تمام؟ اونلارو هدول مين هنن؟ الالبسه اللي صاروا صغار، تمام؟ اونلارو، تمام، هدول الالبسه اللي صاروا صغار، كوتشوك كوزينيمي فيراجاز، رح نعطيهم لمين؟ لقرايبتي الاصغر مني، تمام؟ كوتشوك جالان جيسيلاريمي جورنجي نيكادار بيدغمو فرق التم، فهي عم تقول انه انا لما بتطلع على البستي اللي صاروا صغار علي بعرف حالي، بلاحظ انا قديش كبرت، لاحظ انا قديش كبرت، تمام. طيب نيكادار بيدغمو فرق التم، انا فرقت او لاحظت انه انا كيف كبرت، قديش انا يعني زاد طولي وزاد وزني الى ما هنالك، تمام. طيب الشمس بالتكتان سرة، بعد ما خلصنا شغلنا، بعد ما انتهينا من هاي العملية انه احنا رتبنا الالبسة بالخزانة سرة، انم لي صحبات اتك، هي اما شو؟ قعدوا يعني يحكوا ويتسلوا، تمام؟ صحبات اتك. بنم كوتشوك لغومو كونشتوك، حكوا عن شو؟ حكوا عن طفولتها، هي واما حكوا عن لما كانت صغيرة. انم اما شو عم تقلا؟ بويدوك تشي فيزيكسال وزلك لريمين نيكادار ديشتغني اللط، عم تقول انه اما شرحت لها انه هي كل ما عم تكبر كيف خصائصها الفيزيائيه شو بصير فيها؟ عم تتغير، بدها تشتغل، شو يعني عم تتغير؟ شو يعني خصائص فيزيائيه اعزائي الطلاب؟ يعني مثلا الطول، الوزن، مثلا الشعر، المهارات اللي بتثبت شخص مثلا انه مثلا بيكون ما بيعرف يكتب بالقلم بصير يعرف يكتب افضل، الرسم، هالامور هي كلها شو اسمها؟
فيزيكسال اوزليكلري، تمام، خصائص فيزيائيه يعني انه وظائف الجسم، تمام. فاذا عم تقول انم امي بيودوكتشي كل ما انا كبرت، تمام، فيزيكسال اوزليكلري من نيكادار ديشتغني اللط، شرحت لها انه هي خصائص فيزيائيه كيف تغيروا. سراكي اللاردا بهذا ديشجاغمي سويلدي، قالت لانه كمان بالسنوات القادمه راح تغيري اكثر، تمام. سراكي اللاردا في السنوات القادمه بهذا ايضا ديشجاغمي سويلدي، قالت لي راح اتغير كمان. طيب هون عندي انا سؤالين، شو عم يقول لي؟ ايضانن بيودكتشي هانجي فيزيكسال اوزليكلري ديش مش اولابيلر، عم يقول لي انا انه هي ايضا هي رفيقتنا الطالبه ايضا كل ما كبرت اي من الخصائص الفيزيائيه تبعها ممكن انه هي تتغير كل ما كبرت، يعني كل ما تكبر تغير اكثر، كل ما كبرت تغير اكثر، تمام. فانا بقدر جاوب جواب بسيط، شو بنقول؟ ايدانين بيودكتشي بيو اوزامش في كيلو المش اولابيلر، ممكن انه هي شو تطول، طبعا كل شخص كل ما عم يكبر شو بصير فيه بيطول مرحله النمو، وممكن انه يزداد وزنه، طبعا طالما عم ينمو فبالتالي رح يزداد وزنه، هذا شيء اكيد، تمام. طبعا يزداد وزنه مو شرط يصير سمين كثير، لا، ممكن يزداد وزنه يعني مقارنه بالسنه لما كان اقصر كان وزنه فرضا معين، لما طول اكثر بيزداد وزنه حسب الطول اللي هو طوله، تمام. هي ممكن تكون احد الخصائص الفيزيائيه اللي تغيرت مع نمو ايدا. السؤال الثاني شو عم يقول لي؟ سيزين بيودكتشي هانجي فيزيكسال اوزليكلرينز ديشتي، عم يقول لي انه انتو كل ما عم تكبروا او لما كبرتوا اي من خصائصكم الفيزيائيه تغيرت، تمام. فممكن نقول ساترنجي، ممكن بعض الاشخاص يتغير لون شعرهم، ولكن يعني بشيء بسيط مو دائما، فهي ممكن نشطبها زي طبعا اذا بدنا ممكن احنا شو مو شرط نحطها، تمام. بوي اوزون لغو، تمام، الطول طول القامه بتتغير. جوزرنجي لون العيون، ايضا هذا كمان مو شرط انه يتغير، تمام. في تانرنجي لون البشره، لون البشره ممكن يتغير، ممكن واحد يكون بشرته فاتحه شوي ولكن على كثره الطلعه بالشمس بتصير بشرته شو سمراء، تمام تمام. فاذا يبي اوزليك لري فيزيكسال اوزليك لاردر، فاذا هي مثل الخصائص الفيزيائيه اللي ممكن تتغير لما نحن شو عم نكبر بالعمر، عم نتقدم بالعمر. طيب بنكمل هلا، هي فئتنا ايضا قاعده قدام المرايه عم ترجع لحالها، عم تشوف حالها كيف هي تغيرت عن السنه الماضية. سجى برأيكم بان فيزيكسال اوزليكلاريمي نصل الله تبدر، عم تقول كيف انا برأيكم ممكن اشرح خصائصي الفيزيائية، هيك هي عم تتساءل. اذا فيزيكسال اوزليكلاريلي الجلي دورو الله تملر اشارت لينز، يلاش الله تملرن كارشلارنا دورولارنا يزنز، عم يقول لي انا الخصائص الفيزيائية المتعلقة بايدا، تمام، اللي صحيحة نحط عليها صح، واللي خطأ نحط التصحيح جنبه. فإذا رح عيد مرة تانية، إذا نن فيزيكسال أزليك لريلي الجلي دورو اللطم لر إشارة لينز، حطوا إشارة على الشرح الصحيح المتعلق بخصائص إيدا الفيزيائية. يانلش اللطم لرن، تمام، الشرح الخاطئ أو التعريف الخاطئ، كارش لرنا مقابيله دور لارنو يزنز، اكتبوا التصحيح تبعه، نكتب شو التصحيح تبعه. فبنشوف شو عامل لي، اول شيء عامل لي اذا صار ساتشدر، عامل لي انه اذا هي شعرها اصفر، شعرها شو اصفر، خطا، شعرها مو اصفر، شعرها شو تقريبا بني، فاذا هي خطا شو بنقول اذا ساتشدر كهورينج، فاذا لون شعر اذا شو هو كهورينج يعني لون بني. طيب الثانيه اذا ساتشدر اوزوندر، عامل لي شعر اذا شبه طويل، فاذا ايضا هي جمله صحيحه لانه شعرها ملاحظين انه احنا شو طويل، تمام، ليس قصير، فهي بنحط عليها صح. ثلاثه اذا ساتشلر كفرجكتور، عم يقول لي شعر اذا شبه مجعد، كفرجك يعني مشعد، شعره شو متجعد، خطا، شعره شبه املس، تمام. فاذا اذا ساتشلر كفرجك دايل، شعره ليس مجعد، شو هو؟ بنحط هون فاصله، دوزدور يعني شعره املس، شعرها املس. طيب رابع جملة إيدا مافي جوزدور، عم يقول لي إنه إيدا عيونها زرق، عيونها زرق شيء أعزائي الطلاب؟ لا، عيونها شبه هون ليسوا زرق، فإذا هي أيضا خطأ. إيدا جوزدري كهورين قدر، شعر لون عيونها شبه هون أيضا بنيات، لون شعرها بني. طيب الجملة الأخيرة إيدا نيت شوك ضعيف نيدا تشماندر، عم يقول لي إنه إيدا ليست ضعيفة نحيفة كثير وليست سمينة، فصح هي مو نحيفة ولا هي سمينة، فهي جملة شبهها صحيحة، تمام؟
لما بتجي انا صفتين ني وني معناها لا ليست هيك ولا هيك، لا هيك ولا هيك، تمام؟ فاذا ليست نحيفه وليست سمينه. طيب هلا نيجي لعند ايدا هي ورفيقه بالصف، شو عم تقول؟ صراع كداشم، تمام؟ رفيقي هذا اللي جنبي، تمام؟ متنين دا جوزلري كهو كهورين قدر، عم تقول لي انه عيون هذا رفيقي مت، تمام؟ ايضا شو هنن؟ لونهم بني. قولون لا اين بويدايز، عم تقول انه انا وياه نفس الطول، تمام؟ اين بويدايز نحن نفس الطول، اما فرق الفيزيكسال اوزليك لاريمز دا فاردا، ولكن احنا بنمتلك خصائص فيزيائيه شبه مختلفة. طيب متنين ادادان فرقلي فيزيكسال اوزليك لاريمز سويلينت، خلينا نقول الخصائص المختلفة بين متن و ادا. مثلا شعر ادا شو هو؟ دوز مثلا، ادا نن صاشتر دوز مثلا، بينما متنين صاشتر شو هنن؟ كفرجك مثلا. لون عيون مثلا، لون عيون ادا هون بين عندي انا شو؟ اسود. فمنقول ادا صياح جوزدور عيونه شو؟ سود، ولكن متي شو عيونه شو هنن بني؟ فاذا متي كهورنجي جوزدور، فاذا ممكن انا شو حط خصائص انه انا افرق بين بعضهم البعض بهالشكل هذا اعزائي الطلاب. طيب هون شو عامل لي؟ اشاداكي اتشيك لامالار يابان اورنجيلاري رسم دان بونز، عامل لي انا هذا الشرح او التوضيح، مين قاله؟ انا بدي اعرف مين قاله. فبنقرا عامل لي هون اوزون دوز كهورنجي ساشلارم فار، عم يقول انا شعري طويل واملس ولونه بني. جوزلارمن رينجي ده كهور القدر، عم تقول ايضا عيونه شبه هون كمان بنيه. طيب مين عم يحكي هيك؟ انا بيجي على الرسمه مين شعره املس وطويل؟ ايدا، تمام؟ فاذا هون مين انا حكى عندي؟ ايدا اللي حكت. طيب مين عم يرد عليها؟ رفيقه طبعا. شو عم يقول لها؟ بنم ده جوزلارم كهور القدر، ايضا انا عيوني شبه هون بني. ساشلارم اسي صياح في كفرجكتر، عم يقول لها انه انا شعري اسود ومجعد، شعري اسود ومجعد، فاذا هذا مين؟ متي، هذا مين؟ متي. طيب ثالث جمله اوزون كفرجك صارو ساشلارم فار، عم تقول ان انا شعري شبه طويل مجعد واصفر. طبعا هي من وين اعزائي الطلاب؟ من هي الرسمه اللي تحت، فاذا مين عم يحكي؟ هي الطالبه، شايفينها؟ هي هي شعرها طويل مجعد واصفر، تمام؟ فاذا اوزون كفرجك صارو ساشلارم جوزلارمن رينجي اسي مافيدر، عم تقول لون عيوني شبهن ازرق، مزبوط لون عيونها ازرق. أركداش لارما غوري بالنسبة لأصدقائي براز كولوليوم، شو هي أنا سمينة شوي، بالنسبة لأصدقائي أنا أسمينة، فنحن نطلع على اسمه لاحظوا إنه هي شو؟ عندها صحة أكثر شوي من رفقاتها. إذا عم يحكيها مين؟ هي الطالبة اللي بالرسمة هون. طيب طبعا إذا أنا بدي إيدا هي إيدا، شايفين أعزائي الطلاب هي إيدا، وهذا مين؟ هذا هو متي، تمام؟ طيب كونوشما انجلم ندانيلي فيزيكسال اوزليك لاريمي اتشيكلاماكتا زورلان يورم، عم يقول هذا الطالب لانه انا عندي اعاقه بالكلام انا ما فيني احكي، فما فيني انا اعبر عن خصائصي الفيزيائيه، تمام؟ كونوشما انجلم يعني انه اعاقه كلام. طبعا لاحظوا اعزائي الطلاب هذا الطالب شو حاط باذنه؟ حاط سماعه باذنه، فهو ما بيسمع، تمام؟ سماعه ضعيف، لهيك صار هو انه عنده مشكله بالحكي، حكيه ضعيف، تمام؟ طيب هون عندي انا اعطيني ثلاث اسئله، شو عامل لي؟ رسم دكي دير اورنجي لارن فيزيكسال اوزليك لارني دا سيس سويدنز، انا بدي اقول ايضا خصائص الفيزيائيه للطلاب الاخرين الموجودين في الرسم، فانا بدي نقي كل طالب من هاي الطلاب اوصف خصائصه الفيزيائيه، مثلا هذا قصاص ساشلارم مثلا شعري قصير، دوز مثلا شعري قصير واملس مثلا، عيوني شبههم سياه مثلا، تمام؟ على على هالنمط هذا اعزائي الطلاب. طيب فنحن جبنا انه كمان اجابه نموذجيه اللي هي الاجابه طبعا بتختلف من طالب لطالب، كل طالب له جواب خاص فيه، فاذا هون انا عم بحكي لي على مين؟ على الطالب اللي قاعد قدام اول واحد، شو عم يقول لي؟ ان اون سيرادا اوتوران اركيك اورنجينين ساشلار كصافي كفرج كهورنجي، فاذا انا عم يقول لي انه الطالب اللي قاعد باول مقعد، تمام؟ ان اون سيرادا باول الصف، تمام؟ شعره شبن قصير وبني، فاذا شعره قصير وبني، تمام؟ جوزلري اسي يشيلدر عيونه شبه هون خضر، عيونه خضر. طيب يانندا اوتوران قص اورنجي اسي البنت او الطالبه اللي قاعده جنبه، تمام؟ ساشلارو صارو لون شعره شبه اصفر في
كفرجك جوزدري ما فدر فزن شعره أصفر ومجعد وعيونه شبهون زر عيونه زر دير أركداشلارنا غوري براز دها كيرودر فزن مقارنة برفقات الآخرين هي أسمن شوي هي صحتها أفضل أكثر منهم شوي. طيب السؤال الثاني شو عامل لي كان دي فيزيكسال أزلك لرينز ودبتنز أنا بدي أحكي عن خصائصي الفيزيائية أنا فإذا شو بقول طبعا هيك كمان بختلف من طالب للطالب بنيم ساشلارم دوز في سيا فإذا هذا الطالب مثلا أنا عم أقول شعري أملس وأسود ممكن طالب يقول لا أنا شعري مجعد وأسود مثلا كفرجيك في سيا ممكن طالب يقول لا أنا شعري كفرجيك في كهورينجي كفرجيك في صار مثلا بيختلف طبعا هذا بيحكي أنا صفة الشعر إما أملس أو مجعد كفرجيك أو دوز وأما يكون لونه سياه أو كهورنجي أو صار مثلا جوز دارم إسي كهورنجي در لو عيوني شبهون بني ممكن واحد يقول لا جوز دارم إسي سياه در مثلا ممكن واحد يقول لا ما في در بيختلف تمام كيرلو بير أورنجي ديريم أنا ماني طالب سمين ماني طالب سمين ضعيف بير أورنجي أنا طالب نحيف أنا طالب نحيف كمان هي ممكن حسب كل طالب يحكيها بالنسبة لإله طيب السؤال الثالث صراع أركداشنز تمام أو عفوا أركداشنزن فيزيكسال أزلك لرني سوينز خلينا نقوله خصائص الفيزيائية لرفيقكم بالصف لرفيقكم مين بالصف تمام فشو نقول مثلا طبعا حسب كمان مرة تانية بركز عليكم أعزائي الطلاب حسب أنا رفيقي بالصف أنا بدي أوصفه ما بجيب أنا نفس الوصف اللي نحن هلا عم نشرحه بالدرس هذا تمام فإذا صراع أركداشن جوز لري ماف فإذا أنا لون عيوني عفوا لون عيوني رفيقي شبهون زرق ممكن في له عيونه سود ممكن عيونه لا كهورنجي فانا بدي اوصف رفيقي ساشلا رأسه صار در شعره شبه اصفر يعني اشقر صراع الكاداشن بنا غوري براز دها كيرو در عمل انا انه رفيقي بالنسبه لي شبه اسمن مني شوي صحته اسمن مني شوي او ممكن انا شو انا مثلا بنا غوري براز شو دها ضعيف مثلا انه شو انحف مني تمام فاذا بتختلف حسب رفيقي انا بدي عن رفيقي اللي معي بالصف طيب ننتقل لهون هلا بدك تقارن اذا بنفسها كيف كانت لما كانت صغيره وكيف هلا تطورت وصارت هي تؤدي المهام لحالها فاذا بيودكتشي فيزيكسال اوزليك لارم دي شركن بجر لارم دا جلشتي فاذا عم تقول لما انا عم بكبر في حين لما كانت خصائصي الفيزيائيه عم تتغير ايضا مهاراتي شبه تطورت تمام بجري شو يعني مهارات تمام بجري لرين شو يعني مهارات شبه جلشتي يعني تطورت مثلا مسكة القلم تسريح الشعر اللبس ربط البوط مثلا اعزائي الطلاب كل هاي شو اسمها مهارات تمام كوتشوك كان لما كنت صغيره ياردم المضان بدون مساعده يبمضغم بيتشوك اشي تمام في كتير انا شغل ما كنت اقدر اعمله الا بطلب المساعده أرتك تك باشما يابا باليورون فإذا بعدين حاليا يعني بقدر أعمله شو لحالي تك باشما يعني بنفسي أنا يابا باليورون بقدر أعمله إذا كتشوك كتشوك لوك رسم لري إلي قولوا مز رسم لري أراسندا ويقول إيش ليش ترمي لري يابنز أنا بدي أعمل توصيل إيش ليش ترمي يعني توصيل بين إذا لما كانت طفلة صغيرة وإذا هلأ حاليا إذن جلشين بجلريني أتشكلنز خلينا نحكي عن مهارة إذا المتطورة أول شيء أنا بدي أوصل بعدين نقرأ هي الجملة فعندي أول شيء مثلا هون هي عم تاكل مين عم يطعميها والدها هون بدي أنا أدور على صورة شو عم تاكل لحالها فباخذ أي صورة عزيزي طلب هي الصورة اللي هي الصورة الثالثة تمام بوصل بيناتهم ها نجيب القلم فإذن هي مع هي تمام طيب هاي الرسمة عم تسرح شعرها لوحدها، هو مين عم يسرح لها شعرها؟ والدتها، فإذا بوصل هاي الرسمة مع هاي الرسمة. تمام؟ آخر رسمة إنه هون أخوها عم يخليها هزة بالمرجوح ولكن هي هون شبهها عم تلعب لوحدها، فإذا شو طورت مهاراتها؟ طورت مهاراتها. تمام؟ فشو بنقرأ بنقول؟ إذا ساشلر في بويو وزامشتر، عم يقول لي أنا شعر إذا وطوله شو صار فيهم؟ طوله، صاروا أطول. إذن إل بجرسي قلش مش في فإذن شو أنا إنه مهارات إذا اليدوية شو صار فيه تطورت تمام إل بجرسي يعني مهارات يدوية تطورت في بو سايتا من خلال هاي التطور هذا اللي صار تك باشنا يمك ياي باليور شو ممكن تاكل الأكل لوحدة ساشلارنا شو ترى ياي باليور ممكن شو تسرح شعرها أيضا
لوحدها. فهذه هي شو المهارات اللي تطورت عند ايدا. واضحة زي الطلاب؟ طيب رح نوقف احنا هلأ هون بهذا الدرس ونكمل ان شاء الله بالدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.